طب ليه طيب؟ مفيش حد جالك لحد دلوقتي؟ مفيش حد جالك فوق لحد دلوقتي؟ من ساعة ما مشي سمير؟ يا نهار ابيض. كده كان معاه حصه 32 حصه. اوه. بعد الكورونا الناس كلها بقت 3 4 حصص في الاسبوع، انا كان حصه 22 بس. كتير قوي 22؟ ايه ده يا عم ده؟ لا ده انا. احنا بنقلدك سنه، طب هتقلد ليه؟ ما انت كده بتخش، ما فيش كل المتعه كده. يعني كده بقى. ربنا معاك يا ابني. سنة أولى معايا؟ سنة أولى؟ الصوت واضح ولا مش واضح؟ واضح يا مس. أنا ممكن أسمع صوت باقي الناس عشان في ناس هنا لسه دي هقبلها عشان نبدأ دلوقتي. احنا هنشتغل النهاردة إن شاء الله من البوكلت، فيا ريت الناس كلها تكون محضرة البوكلت عشان نشتغل منه. هاي سنة أولى، نبدأ مع بعض ولا لسه؟ الصوت واضح؟ أسمع الصوت بس منكم؟ سنة أولى؟ سنة أولى؟ يا مستر الصوت. طب الصورة واضحة عندكم؟ آه الصورة واضحة عندكم؟ طب إحنا هنشتغل من البوكلت إن شاء الله، تمام؟ جاهزين ولا لسه؟ هاي سنة أولى معايا؟ نبدأ؟ أيوة يا مستر. مين بيتكلم؟ كومنتي تابل؟ يوسف محمد. يوسف؟ ماشي يا يوسف، هنشتغل البوكلت، معاك البوكلت يا يوسف؟ أيوة. ها؟ أيوة. تمام يا يوسف، نبدأ كده إن شاء الله. نفتح باج، إحنا كنا في الفصل حلينا مع بعض باج دي صفحة 2 اللي هي الكونفنسيو القطعة، حلينا الكستيوم بتاعتها. هندخل على باج 4، باج 4 صفحة 4 بالظبط كده. ماشي يلا. استنى عشان في ناس كده بتطلب انها تدخل، نقبل كل الناس. تمام كده كل الناس دخلت. ها باج 4 بس هو ينفع ابقى حلو قوي لوحده؟ طيب كومنت تابل جمعه في المريم. مريم اوكي. مريم نبدا اول حاجه معاكي البوكلت يا مريم. طب معاكي نبدا مع بعض. يلا ايل ا دوزا، هو عن يعني ايه ايل ا دوزا؟ يعني هو عنده 12 سنه بالظبط. ايه السؤال بقى يا مريم؟ كلا ايل بالظبط. كلا جاتيل يعني ايه؟ كلا جاتيل يعني كم انت عندك كم سنه؟ لا هو بيقول لك خلي بالك، هو عنده، هو يعني مش انت، ما عمر، ما عمره، ما عمره هو، فهمتي؟ جا معايا سيل. هتكتبي معايا؟ انا بكتب مع بعض اهو. انا حلتها. برافو تمام صح يا مريم. جملة رقم دي، ها حد من الرجالة؟ انا. انت تابل يوسف محمد. يوسف كده. الجملة الثانية بيقول لك جو سوي بروفيسور، ها تبقى ايه السؤال يا يوسف؟ كلفتي.
كافيتيل، برافو على كافيتيل. ماذا هو يعمل؟ اه ازاي بيقول لك جسوي، جسوي بروفيسور. كافيتي ماذا انت تعمل؟ مش كده؟ ك اهي بعدك ك في تي او ك تي في، صح كده يا يوسف؟ صح. يلا حد من البنات، يلا السؤال رقم 3. لو ترا اريف ا 8 ها، عايز حد يقول السؤال ده رقم 3؟ حد من البنات؟ طب حد من الرجاله؟ انا كومنت تابل. اسمك ايه؟ محمد. يوسف شفت جاب استجابت يا يوسف؟ مستر، مستر عايز اعمل مستر. خلاص انا مستر. طب انا عايز حد، في حد من البنات دلوقتي ولا مفيش؟ اه في. اسمك ايه؟ كومنت تابل. رقيه. قولي يا رؤية. لو ترى أريف أويتي، إيه السؤال بقى يا رؤية؟ كلا إير أيون أري لو ترى أريف أو أريف لو ترى، صح. أكلير في أي ساعة بيوصل القطر؟ بالظبط كده، برافو يا رؤية. نكتبها مع بعض. أ كل لير arrive le train. Ah, le train arrive. يلا السؤال الثاني. مين يقوله؟ انا يا مستر. كومون تي تابيل؟ يوسف محمد. يوسف. إلسابيل مونا. ايه السؤال يا يوسف؟ مون إيس إلسابيل. نعم. كومون إيسابيل. بالظبط، كومون إيسابيل، برافو عليك يا يوسف، صح. كومون إيسابيل، ما اسمها؟ كومون إيسابيل. تمام. يلا السؤال رقم 5 بسرعة. مستر ممكن أجاوب؟ كومون إيسابيل. جمعة بن مريم. ماشي يا مريم. سيمون فرير. إيه السؤال بقى يا مريم؟ كو اس سي. بالظبط، اسمها كيس. اسمها ايه يا مريم؟ كيس. من كيس. هذا؟ بالظبط، برافو عليك. كيس، من هذا؟ كيس، من هذا؟ الاجابه بتظهر، ظهرت قدامك ولا لا؟ تمام، تمام. السؤال على الرجاله دلوقتي، يلا الاجابه، حد يجاوب من الرجاله. الكوت يعني ايه؟ الكوت ديز ليف ايجيبسيان. حد يتاجم معايا من الرجاله؟ سعر القلم ده 10 جنيه. مين بيتكلم؟ كومنت تابل. يوسف محمد. قول يا يوسف. ها، سعر القلم ب 10 جنيه. تمام. ايه السؤال بقى؟ لا مفيش قلم خالص، هو بيقول لك سعره 10. سعره 10. ها ينفع انا يا مستر سيف؟ طب ثانيه، هو بيجاوب اهو، في واحد بيجاوب. ها قول. كومبيان كوستيلو. بالظبط. كوما، أو ممكن أقول صافي كومبيان. صافي كومبيان يعني سعره كام؟ هي هي، أو كومبيان كود، صح. أوكي، الاثنين صح. صافي كومبيان أو كومبيان كود، نكتبها مع بعض أهي. صافي كومبيان، صافي كومبيان الناس بتسألني عليها معناها سعرها كام أو سعره كام؟ هو سعره كذا. صافي كومبيان هي هي كومبيان كود. يلا السؤال اللي بعد كده بيقول لك نوزالو استاد او نوزالو اوكليب لوفندر دي. حد من البنات؟ ها مين يقول؟ ها سنه اولى. ينفع انا مستر؟ ماشي. كومنت تابل. شو ما بالاحمد؟ قول يا احمد. بيقول لك نوزالو اوكليب لوفندر دي، هيبقى ايه السؤال يا احمد؟ هيبقى او خليه. طب ثانيه احمد، احمد مين؟ احمد ايه اسمك؟ احمد طارق. احمد طارق. ازيك يا احمد؟
بص الحمد لله. هو بيقول لك احنا رايحين النادي لوفندر دي الجمعة. انا مش عايز اسال عن المكان، عايز اسال عن الوقت يا احمد، تبقى ايه الوقت؟ اه خد بالك لوفندر دي الجمعة. الجمعة متى؟ كند بالظبط بالظبط، برافو عليك بالظبط، برافو يا احمد. ك فوز علي اوكلي بالظبط، ك فو زالي اوكلي تمام يا احمد. يلا السؤال اللي بعد كده. بيقول لك جي في بيا ميرسي، الدور على البنات، حد هيجاوب ولا اخلي الاولاد برضو؟ هاي سنه اولى البنات اللي معايا. طب حد من الولاد بقى يدخل بقى. بيقول لك جي في بيا ميرسي، مين هيجاوب؟ ها سهله جدا الاجابه، يعني ايه جي في بيا؟ انا مش عارف بصراحه. مستر اجاوب؟ ممكن اجاوب؟ قول كوماتي تابيل مريم. قولي يا مريم. ها كومون سافا بالظبط، كومون فاتي يا مريم، كومون سافا سافا. اه هقول لك ليه كومون سافا لازم اجاوب عليها بسافا بيا ميرسي، يعني في كومون سافا هجاوب بسافا بيا ميرسي، لكن لو قال لي جي في بيا هقول كومون فاتي. كومون فاتي معناها كيف حالك برضه، اتفقنا؟ كومون فاتي يعني ايه كومون فاتي؟ كيف حالك؟ هي هي. يبقى انا لو قال لي في الاجابه كومون سافا اقول له سافا بيا، او لو قال لي في الاجابه سافا بيا اقول له كومون سافا، لكن لو قال لي في الاجابه جي في بيا لازم اسال بكومون فاتي. كومون فاتي معناها كيف حالك. ماشي يلا السؤال رقم نفس رقم 9. إلي انا اونزي، مين بيكلم كومون تابل؟ رقيه. رقيه قولي يا رقيه. إلي اونزي، السؤال بقى يبقى كولا كول كول اير بالظبط. تيل كليراتيل، اسمها كليراتيل، اسمها ايه؟ كليراتيل فظيعه. كليراتيل معناها ما الساعه، ما الساعه، الساعه كام؟ فبيقولوا الساعه 11 كليراتيل. الناس بتكتب معايا ولا؟ اه يا مستر. تمام يلا السؤال اللي بعد كده. حد من الولاد عايزين اسرع 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 شويه. بيقول له كار الي مالاد، كار كوا باتي. مين بيكلم؟ مين بيكلم؟ مين بيكلم؟ كوماتي تابيل. احمد طارق. ومفيش حد غيرك يا احمد؟ ماشي يا احمد قول. ها بور كوا. ايوه باتي. بو كوا ايه؟ باتي. بو كوا فاتي ايه؟ لازم تكمل. الهوبيتال. اوبيتال. بوكوا فاتي الهوبيتال. ليه انت رحت المستشفى؟ بالظبط كده. بوكوا فا تي الهوبيتال يعني المستشفى. يلا السؤال اللي بعده. مين يجاوب السؤال ده؟ بيقول لك نو إلي فرنسي، نو إلي فرنسي. يلا كده السؤال رقم 11. حد من البنات؟ ها ها سنة أولى ممكن أجاوب يا مستر؟ أيوه قولي يا حبيبتي. اسمك إيه؟ كومنتي تابل مريم. قول يا مريم. ها اي سي تمام كو ال اي. لا سوري انت... طب انت عايزه تقولي ايه بالعربي؟ يعني عايزه اقول هو بيتكلم فرنساوي. لا لا بص بص يا مريم ركزي معايا. بص هو قصدي هو فرنساوي معلش. هو بيقول لك خدي بالك من الاجابه. بيقول ايه يا مريم؟ بيقول لك نو الي فرنسي، لا هو فرنساوي. تخيلي انت بتودي على حد فانت سالك سؤال رحت انت قلتي له نو لا ده هو فرنساوي. لا انا بكلم مع مريم لو سمحت، ما حدش يدخل. لما اكون بكلم مع حد معين، مع احمد او مع يوسف او مع مريم او مع رؤيه،
بشرح حاجه ما حدش يدخل يقول انا اللي هقول، انا بشرح لها حاجه وهي هتكمل السؤال بتاعها الاخر. معايا مريوم؟ ها فلا هو فرنساوي. يبقى ايه السؤال بقى يا مريم؟ سهل جدا. طب اهو بالعربي يا مريم، لما تخيل انك انت بتردي على حاجه بتقولي لا ده هو فرنساوي او هو فرنسي، ايه السؤال بالعربي؟ هل هو فرنساوي؟ لا غلط. يعني انت لما تقولي لي هل هو فرنساوي اقول لك لا، هل هو فرنساوي اقول لك لا هو فرنساوي؟ مش عارف هقول، عارفه ايه السؤال؟ هقول لك هل هو مصري او هل هو ايطالي، تروحي انت ترد عليا تقولي لي ايه؟ لا ده هو فرنسي. وصلت ولا ما وصلتش؟ فهمت. هل هو، في ناس كاتبه مثلا هل هو انجليزي، هل هو اي حاجه اي جنسيه ثانيه يكون شغال فرنساوي. سهله جدا هتبقى كده. إلي مثلا، إلي إيجيبسية مثلا، أو إلي إنجلي أهو، إلي فرنسي أو إلي إيجيبسية، إلي إيجيبسية مثلا أو إلي فرنسي. هل هو مصري؟ هل هو فرنساوي؟ لا هو بيكون فرنساوي. وصلت؟ تمام يا مريم؟ تمام. السؤال رقم 2، حد من الولاد قال له مين كوموتي تابل؟ اسمك إيه؟ اسم محمد. يوسف. يوسف محمد. ماشي يا يوسف. جي دي فغير. هيبقى ايه السؤال يا يوسف؟ كوفتي. ايه؟ كوفتي. لا احنا في رقم 12، رقم 12. سوري. كومبيان دو فريز اس تي. تي، برافو عليك. برافو. اولا بس يا يوسف هقول لك على حاجة، اول ما تقولش سوري اسمها باردون، اسمها ايه يا يوسف؟ باردون او ديزولي، اسف. وزي ما انت قلت كومبيان، هنكتبها اهو كومبيان. دو فرير زي ما انت قلت. تي. برافو يا يوسف. صح كده؟ عشان انت قصدك كده؟ تمام يا يوسف صح. السؤال رقم 3، حد من البنات. جي في سبور. اسمك كومونتي تابيل؟ رقية. ماشي يا رقية. بيقولوا جي في سبور، سهلة يا رقية، هتقولي ايه؟ كو برادي كوز. وليه هو بيقول له بص ليه وايا استخدمتي فعل براتيكي؟ بيقول له انا بمارس رياضه. هيقول له ايه؟ او انا بعمل رياضه. هيقول له ماذا انت تعمل؟ صح؟ كي تي في. صح؟ كي تي اهو في، كي تي في بس. صعبه؟ او حد هيقول لي يا مستر هكتب في الاول. ماشي اوكي، في تي اهو. ماذا انت تعمل؟ جي في. صح ولا لا؟ يلا السؤال رقم 14، رقم 14. ها لو ليفر انوار، سهل جدا السؤال ده. ها حد من الرجاله؟ ها انا يا ميسي. كومنتي تابل. يوسف محمد. يوسف انت لسه مجاوب، بس قول يا يوسف. ها كولا. ها كول. طب هتقول ايه بالعربي يا يوسف الاول؟ طب مستر انا مش فاهم الاجابه. بيقول له ليفر ايه؟ ثواني بس انا هقول احمد معايا. طب ثواني بس، نوار معناها اسود يا احمد. نوار معناها اسود. كليه الالوان خدتوها في، خدناها مع بعض في بريمير في ابتدائي. ها نكمل مع يوسف بس، قول يا يوسف. ها ما هو اللون بالظبط؟ طب كلمه ما اللون؟ كالكولير. بالظبط كل كولير. ما اللون او كيلي لا كولير لوليف. بالظبط لوليف. يلا السؤال اللي بعده. ها يقول لك جو سوي تري فاتيجي. عارفين يعني ايه تري فاتيجي؟ حد يقدر يقول لي؟ معناه ايه؟ يعني تعبان. بالظبط. كومنتي تابل. رقية. قولي يا رقية بقى. صح، بيقولوا جو سوي انا اكون تعبان جدا. كومون لي ها؟ فو. وليه ليه صرفتيها مع فو؟ ما تصرفيها مع تي عادي. تبقى الي الي فو. كومون فاتي بس. مش تنفع؟ مش قصدك كده؟ كمان فاتي بس. كيف حالك؟ كيف حالك؟ انا اكون تعبان جدا. صح؟ تمام تمام يا وائل.
السؤال رقم سيز حد من الرجاله نوسم إليف احنا بنكون تلاميذ. سهل جدا السؤال ده، حد يشتغل؟ ها مين يقوله لي؟ قول كومونت تابل. يوسف محمد. طب ما فيش حد غيرك يا يوسف؟ ماشي قول يا يوسف. نعم انا. كومونت تابل اسمك ايه؟ احمد طار. قول يا احمد. ماشي احمد اخر حاجه مش كده؟ ايوه ماشي يا ابو احمد قول. ها كي فو بالظبط، كي فو زيت او كي ادفو زي ما انت قلت. برافو يا احمد. كي ات فو. برافو يا احمد. من انتم تكونوا؟ يلا السؤال رقم سيز، السؤال رقم دي سات من البنات. مونسيير ايه فارماسيان؟ ها مين سؤال؟ ها حد مش شغال معايا من البنات بسرعه؟ مفيش حد من البنات؟ طب حد من الرجاله؟ ها انا يا مستر. قول يوسف. قول يا يوسف. ها كنت تشيت سوار بالظبط. ما كسك او كي في تصير، ماذا تعمل اختك؟ كي سهل جدا. كي في تصير. يلا السؤال اللي بعد كده. رقم 18، رقم 18 مونفيري ويتان. ها حد من البنات؟ كومنت تابل. رقية. قولي يا رقية. بقول لك عارف عن ايه مونفيري ويتان؟ ها يعني اخوك عنده كم سنة؟ بالظبط. يعني ايه السؤال؟ كل ايش؟ كل بالظبط. كل ايش؟ بالظبط. كلاج صح زي ما انت قلتي كلاج. مش هو ينفع حاجة اللي تحتيها؟ استمعي كده يا وقايه. انا غريب مش رايق. مين اللي مين بتجاوب معايا؟ رؤيه. بتقول ايه يا وقايه؟ مريم بقى هي اللي اتكلمت مش انا. طب ايه المشكله؟ في مشكله في السؤال ده؟ لا ده انا بقول ينفع حل اللي بعديه. طب ماشي اوكي اخلص السؤال ده وتحلي اللي بعدها. كان فغير او كان فغير. يلا السؤال اللي بعده. مستر ممكن في حد مشغل حاجه ممكن يقفلها عشان السماعه؟ طب اللي مشغل حاجه ممكن يوطي الصوت شويه؟ اللي مشغل تلفزيون او راديو او اي حاجه رجاله او من البنات الصوت اللي طالع. يا سنه اولى اللي مشغل صوت عنده يطفيه. اللي مشغل صوت عنده يطفيه. خلاص يا مستر. قولي بقى اسمك ايه وانت تابل. مريم. مش انا. لا مريم بقى مش انا. طب مين هيجاوب السؤال رقم 19؟ مونبير ايما ديسا. سهله خلينا زيه. مين يجاوب؟ انا يوسف محمد. يقول يا يوسف. ها كوفيتي تو مونبير بالظبط. كي في تومبير، ماذا يعمل والدك؟ تمام. يلا السؤال اللي بعده. رقم 20. نو سي ما كوزين. ها السؤال بقى حد من البنات. ها بصراحه ده مش عارفه. سهله جدا. عارفه معناها ايه؟ انا بس انا قول. لا. قول يا احمد قول. ها بتاعت ايجيبشيان. ايه صح زيك بالظبط. برافو عليك يا احمد. برافو زي السؤال بتاع ايجيبشيان. هتقول ايه؟ ستن. هو بيقول لا دي بتكون ستن تا. ايوه مثلا طنط. برافو عليك. برافو عليك يا احمد. برافو. هو بيقولوا لا دي بتكون بنت عمي او تكون عمتي. هيقول ايه السؤال؟ هي دي خالتك؟ صح يا احمد ولا لا؟ يعني ايه كلمه كوزين؟ صح صح حد حد يعني ايه كلمه كوزين؟ كوزين ابن العم او بالظبط. بيقولوا لا دي بتكون بنت عمي او بنت خالي.
يبقى هيقولوا سيتا تانت هي دي خالتك. اي اجابه تانية غير كلمه كوزين؟ سيتا تانت مثلا. تمام يا ابو احمد. يلا السؤال اللي بعده، حد من البنات؟ لو ماتش كومونس او كات هير دي لبري ميدي. ها ها مين يشتغل مع حد من البنات؟ مفيش حد خالص. السؤال بيقول لك ايه؟ عايز حد يترجم. انا مس مين؟ انا احمد. ايوه ماشي يا احمد. الماتش بيبدا الساعه 4 بعد الظهر. برافو عليك يا صح، برافو عليك. يبقى ايه السؤال بقى؟ هتسال بايه؟ كلير. كلير. لا لازم تقول، ما ينفعش تقول كلير على طول يا احمد، لازم تقول في الاول. في اي ساعه؟ ماشي. تمام. اكلير بالظبط. كومونس لماتش. برافو عليك، برافو عليك يا احمد. كلير. كلير لو ماتش كومونس او كومونس لي ماتش. يلا السؤال اللي بعده. ها سنة أولى، حد يشتغل معايا السؤال اللي بعده؟ بيقول له البنات كومنت تابل. لا واحد انا اسمي يوسف. هو ايه ما فيش حد من البنات خلاص؟ طب قول يا يوسف. بيقول له ليمي دي جيست، سهله جدا. عارف يعني ايه؟ مش سامعك، قول تاني. الظهر الساعه 12 او الساعه 12 بالظبط. ها ايه السؤال بقى يا يوسف؟ سهل جدا. تيل هير تي اي بالظبط. كليرا تيل اسمها، احفظها يا اسمها. كليرا تيل اسمها ايه؟ كليرا تيل. قولها تاني. كليرا تيل. يعني ايه كليرا تيل بالعربي؟ كم الساعه؟ بالظبط كم الساعه بالانجلش؟ واتس ذا تايم، مش كده؟ يلا السؤال اللي بعده. مستر طب يعني ايه جست اللي بعد ميديدي؟ بالظبط بالظبط. الساعه 12 ميدي معناها 12. احمد معايا؟ الساعة 12 بالظبط. يلا السؤال اللي بعده. الاوتوبيس با ايني. في حد من البنات ولا ما فيش؟ مستر انا جاوب بتاعت 25. 25 مين بيتكلم؟ رؤية يا رؤية؟ رؤية ولا مريم ولا مين؟ يا رؤية. يا رؤية انت بتبص على رقم 25 يا رؤية، خلينا في رقم فانتر واير رؤية، في رقم 23. الاوتوبيس با ايني حد يشتغل معايا فيها؟ ايه هم البنات؟ ايه ما فيش حد خالص؟ ما شاء الله. انت من البنات؟ لا انا يوسف. استنى يوسف شوف حد من الانسات كده بتوع اولى اعدادي كده اللي ما فيش حد منهم خالص ده ما شاء الله. استنى كده اشوف مين داخل، اقول اسماء. يعني في بنات كتير داخله اهو معايا، مش عايز اقول اسماء. في ناس اصلا يا مستر مش عارفه تفك الميوت او معهاش مايك. ممكن يا وعي. طيب اقول يا يوسف وخلاص. ها اكلير. عارف يعني ايه الاتوبيس بار اينير؟ الاتوبيس هيرحل بالظبط خلال ساعة. تمام يا يوسف. تبقى ايه؟ اكلير. اكلير صح. لو باس لو اول. برافو عليك يا يوسف صح. انت خلاص قلت، ما دام قلت اول كلمة صح يبقى خلاص. ايه الشطارة دي يا يوسف دي كلها؟ قلت لك يا مستر انا بذاكر يا مستر. ما انت قلت لي الحصه اللي فاتت لما كنا في الفاصل، بس انت ما كنتش كده السنه اللي فاتت ما شاء الله يعني. خليك كده على طول بقى ماشي؟ ماشي. يلا حد من البنات بقى المره دي. ايوه يا مستر انا. رقم 4 فان كاتس. ماشي يا مستر انا هجاوب. بيقول لك ايه بقى؟ رؤية ولا مين؟ لا مريم. قول يا مريم. فاضل 10 دقايق. مامير ايه افوكا؟ نعم كوفي تامير بالظبط. كيف تامير؟ ماذا تعمل والدتك؟ بالظبط كده. كيفي تامير. برافو عليك يا مريم. انا بقى مين بيقول؟ انا رقية. في ناس بتجاوب معايا في الشات، بس يا ريت تجاوبوا معايا عن طريق الصوت افضل يعني، يا ريت يعني.
رؤية. قولي يا رؤية، عارفة بيقول لك ايه يا رؤية في الإجابة؟ جي ترافاي على ريبور. عارفة عن ايه الإجابة دي؟ معناها ايه؟ أنا بشتغل في المطار. برافو عليك. ايه السؤال بقى؟ يعني أنت بتشتغل فين؟ بالظبط. كيس؟ لا 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 مش كيس، مش كيس اللي هي او يو. ايوه او معناها اين. وخلي بالك لازم تحط عليها اكسان عشان انا الاكسان عندي مش ظاهره. او تي ترافاي يعني ايه؟ او تي ترافاي او او ترافاي تي يعني ايه؟ اين؟ ها انت سي؟ لا 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 ليه سي؟ ليه سي؟ بيقولوا انا اعمل في المطار، يبقى اين انت تعمل؟ صح ولا بس بس كده او تي ترافاي صح ولا او او ترافاي تي؟ في ناس كاتبه لي في الشات اهو او تي ترافاي او ماشي اوكي. انا كاتبه حاجه تانية. كاتبه ايه بقى؟ او سي سي لي يس. بص بس لو هبعتلك في الشات عشان مش عارفه انطقها بقى. بص 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 رؤية معايا. بص يا رؤية، هو بيقول له انا بشتغل في المطار. تخيلي انا لما انا حد يسالني واقول له انا بشتغل في المدرسه، ايه السؤال بالعربي؟ بالعربي بتشتغل فين؟ اي بالظبط، اين انت تعمل صح؟ اين معناها ايه؟ او صح؟ الجي هنا حولتيها لايه؟ تبقى تي صح؟ انا هتتحول تبقى انت صح؟ مش احنا خدنا فيه تحولات بنحول الجي تبقى جي في الاجابه والسؤال، وترافاي هنصرفها مع تي. اين انت تعمل؟ ايه بقى؟ انت كنت عامله ايه بقى؟ ثواني بعتها لحضرتك. بعتيها على تي على الشات يعني؟ لا مفيش حاجه مش عارفه. اي زاد كيسكيفو او او اسكيفو صح صح اللي انت كاتباها صح. انت كاتبه اين؟ طب انت ليه عامله فو؟ ليه عامله فو يا رؤيه؟ عاملها اتو مثلا. انت مش هو مجاوب بجو ليه حاطه فو؟ ولا انت عاملاها احترام؟ لا انا عملتها كده عادي يعني. ماشي اوكي على لا انت ما دام لقيتي في الاجابه ج تتحول في سؤال تبقى تي، الا اذا انت بقى عايزه تتكلمي من شرط الاحترام، حضرتك بتشتغل فين او اين حضرتك تعمل، فهمتي قصدي؟ تمام. بس انت كاتباها صح يعني ما اقدرش اقول لك غلط. او اس كفو ترافاي صح، احسبها لك صح. اين حضرتكم تعمل؟ بس انت ريحي مخك، لو لقيتي في الاجابه ج اسالي تي. ماشي ماشي الا اذا انت كنت بتشتغل الاحترام او بتتكلمي على اساس انك انت بتكلمي حد اكبر منك او بتكلمي بصيغه الاحترام. ماشي يا السؤال رقم فانسيس وي سينوكا. انا مش يوسف. قول يا يوسف. ها سيتامو. ها الكلمه دي انا مش عارفه. كايه هو عارف ايه يوسف؟ سيمو كايه بيقولوا ايوه دي كراستي. يبقى ايه السؤال؟ هي دي كراستك صح ولا سي كايه؟ هي دي كراستك تون. ايوه بالظبط بالظبط بالظبط. سيتون كاي هي دي كراستك. ايوه هي دي كراستي صح كده. ايوه يلا هعملها لكم باللون الاحمر كده عشان تظهر. في بقى يلا خلاص كتبنا الاجابه، ندخل على الصفحه اللي بعدها. فاضل خمس دقائق سنه اولى. انا فويد. خلاص ندخل بقى في صفحه كام؟ صفحه كام؟ صفحه كام؟ صفحه كام؟ صفحه تقريبا صفحه ويد دي صح. صفحه ويد صفحه 8. نعم عايز احل اول واحده. طب خلي بالكم فاضل خمس دقائق، انا عايز حل بسرعه. مين بيتكلم؟ رؤيه. قولي اول واحد. عايز تصيف في المضارع. افونش اي في او ان اس. تمام. اللي بعدها سون اس او ان تي. برافو. اللي بعدها ايه؟ في اف اي اي اس. الناس بتكتب معايا فارتيز. ثواني بس كده عشان نعمل باللون الاحمر، عشان في ناس بتقول لي احنا عايزين الاجابه ما بتكونش واضحه. ثواني يا مستر. هي باينه في النقط. باينه في النقط. ايوه خلاص. طب اوكي يلا السؤال. فيت اسمها فيت. اسمها فيت فارتي اخرها اس. تمام اي اس. بعد كده با في 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 اي اس. تمام برافو. اللي بعدها ابيروز. فوزا فوزا بي بالظبط. اخرها ايه اللي زاد؟ تمام اي زاد. ها ايه با. لا حد يملهاني بقى عشان دي بي اي ار اي اس. اي اس اي ار اس. لا 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 اي اس
ار اس. ايوه اهو ماشي. يلا اللي بعدها فيزيت. اخر ايه؟ فيزيتين بالظبط. فيزيت ال- 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 الاجابه واضحه قدامكم ولا اخليها لكم باللون احمر؟ واضحه 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 يا مستر واضحه. طب ماشي يلا اللي بعدها بسرعه. فير معنون فاسون. فاسون فاسون صح. نو فيزون اف اي اس اس او ان اس. تمام او ان اس. سونت سورتير سورتين اس او ار تي. برافو عليك. اس او ار تي اي ان تي. تمام ها 11 سون. انا سامع حد بيقول سون. تمام 12 او ان تي. او ان تي برافو اللي قال او ان تي. تمام 13 بي اي اس اس اي برافو. 14 كاتورز هابيز هابيز. اخرها ايه؟ ايزاز. برافو. فاضل دقيقتين عايزين نخلص الاكسرسيس ده. بارت اخرها ايه؟ تي. برافو برافو. اخرها تي صح. شوازي سو اخر او ان اس. بالظبط. مجموعه كام ده عشان انا نسيت يا جماعه؟ حد يفكر. المجموعه الثانيه. برافو عليك. الناس قالت مجموعه ثانيه. برافو. اي اس اس او ان اس. برافو. الناس بتكتب معايا الاجابات ولا نستنى الناس؟ ايوه يا مستر. ايوه ايوه. طب يلا فينير ها. في في اي تي تي. لا 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 يا احمد لا. فيني. لا في فعل فينير. اي ان تي. ايوه كده صح بالظبط. فيا اسمع فيا. تمام ها فيني جوي اخر. برافو. الناس عايشه شغالك معايا كويس. فينير ها. فيني اي اس. بالظبط اي اس. برافو. الناس بتكتب ورايا ولا لا؟ ايوه الو الو بقى الو. بالظبط الو. الناس قال الو. تمام بارلي بارلي. اخرها ايه؟ او ان تي. لا وزد وزد وزد. برافو. بيقول لك اختي وانت اختي وانت بتتكلموا تبقى ايه اخيها؟ ايه زد وزد. ما ينفعش ايه ان تي خالص. اخ اختي وانت. ماشي تمام. يلا اللي بعدها فينير ها. اخرها اي اي ان ان اي تي. الله عليك احمد بيتكلم. ايوه برافو عليك يا احمد. في ان في اي اي زي ما انت قلت. هقول بالانجلش فون يا مستر فون. نعم اف او ان تي. يلا فون صح اللي عليك. فون لا علي واخويا. اف او ان تي واخوه. اف او ان تي بالظبط تصريف فعلي. في اول حد يقول لي اي ان تي بالانجلش فون. يلا بارتون. بارتون بالظبط. فاضل دقيقة واحدة. بالظبط. اي اس اس او ان اس. بنكتب بسرعة عشان الناس تلحق تكتب. بارلي ها. هي هي نفس مكرر السؤال ده صح؟ بارلي اه. اخرها ايه؟ اوزت. بالظبط. اخرها اوزت بالظبط. ها فير. فيتيز. بالظبط. اخرها زاد. اخرها ايه؟ اوزت. لا لا اخرها او اس. او اس. اوعى الناس تغلط. عارف لو حد عملها في امتحان اخرها ايه زد غلط. لازم فيت اخرها اي اس. تمام عشان الناس كلها بتغلط وتكتب اخرها اي زد. طب يلا بارتير. بارتير اخرها تي. لا لا بي اي ار اس. برافو عليك يا احمد صح. بار. خد بالك يا يوسف. مانجي مانجي ونحط اي اخرها. اخرها مانجي احط اي او ان اس. برافو بالظبط صح. يلا سابيلي. خلاص الوقت خلاص خلص. سابيل سابيل. هنعمل دبل ال ال هنعمل دبل ال ودبل اس ال كمان صح. تي تابيل. اخر حاجه ازد ازد ازد. اخر الناس كتبت الاجابات ولا ندي فرصه تشوف الناس؟ لا كاتبين. اللي عايز يصور يصور. تقريبا الوقت كده الاستاذ هتقفل الحصه الجايه. هنكمل في الصفحه اللي بعدها. يا ريت تحلوه انتوا عشان نيجي نشتغل احنا سواء في الفصل او زوم. الناس تتاكد من الاجابات. احنا كده هنحل في صفحه كام؟ صفحه السؤال بتاع الكومبوزيت. صفحه كام عندكم؟ 10 تقريبا.